هقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودانك عشان ما تتسرعيش في اي خطوه. انت لو وقعتي في الحب شيء جميل وكويس ومش وحش، بس لو وقعتي في الحب ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه ان انت خلي بالك من حاجتين اتنين، لازم تحافظي على قيمك واخلاقك وعلى تربيه اهلك ليكي بس، وتحافظي على علاقتك بربنا. دي أول نقطة وهي اللي هتخليكي صح، هتمشي صح. لازم تخلي بالك وتعرفي تفرقي بين الغلط والصح. أهم حاجة في الحب هو الكرامة. الكرامة 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 الكرامة، عدي كتير، لأني مفيش راجل هيحب واحدة من غير كرامة. مفيش راجل هيحب واحدة تنازلت عن أخلاقها. ليه؟ انت كده هتصدري له يعني ايه فكره غلط عن تربيتك. تكون انت متربيه ومحترمه واخلاق وذوق، بس عشان بتحبيه ومعرفتيش تميزي بين الحب وبين الوهم فانت تنازلتي. فهو دي النصيحه، ان انت تحافظي على قيمك وعلى تربيتك وعلى اخلاقك وعلى دينك وعلى كرامتك معاهم في نفس المستوى، عشان الكرامه اهم من اي حاجه. ولازم توزني ما بين عقلك وقلبك. يعني قلبك لو عوج شوية يبقى لازم تعدليه. تعدليه بإيه؟ تعدليه بعقلك، إن أنت تشوفي الصح تعمليه، الصح تعمليه، مالكيش دعوة بكلام حد. خدي مني النصيحة ديت، والحب الصح هو حب الباب مش الشباك.